احتفلت محافظة مبارك الكبير بالتكريم الذي حظي به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني وإطلاق لقب مركزا للعمل الإنساني على دولة الكويت. احتفلت الكويت بالتكريم العالمي لقائد الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. فمحافظة مبارك الكبير أقامت احتفالا لأهالي المنطقة بهذا الحدث التاريخي والدعم المتواصل للعمليات الإنسانية من الكويت وشعبها. الحقيقة هذه حدث تاريخي ومناسبة هامة جدا في تاريخ الكويت، أن يتم اختيار صاحب السمو ومن قبل الأمم المتحدة التي تضم أكثر من 140 دولة ليكون قائد للعمل الإنساني الدولي، وفخر حقيقة واعتزاز باختيار دولة الكويت لكي تكون مركزا إنسانيا دوليا. الهدف أن ننقل رسالة إنسانية مثل ما نقلها لنا قائدنا قائد الإنسانية. نحب أن نحتفل ونجسد هذا الاحتفال بتسليط الضوء على الانجازات اللي قام فيها القائد، ويعني لو شيء بسيط لكن نغرس في نفوس المواطنين ونغرس في نفوس ابنائنا حب العمل الانساني وحب المثابره والاصرار في العمل الانساني. الواقع ان تكريم مستحق لما قدمه صاحب السمو من عطاءات و مجهودات طيبة والموسى في جميع دول العالم، سواء المشردين، اللاجئين، المحتاجين. فالحقيقة يعني هو أبو الإنسانية بالأساس، يعني فكون يكون قائد الإنسانية بالعالم سواء العربي والإسلامي أو العالمي، فهذا تسمية مستحقة لصاحب السمو. الاحتفالية ضمت العديد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وأهالي المنطقة، حيث عبروا عن هذه الفرحة بالعديد من الفقرات المتنوعة التي ترسم البسمة والابتسامة على وجوه الحاضرين. هي فرحة عارمة، لأن ده هي فرحة للعرب وفرحة للمسلمين، وهي يعني نقطة مضيئة في هذا العصر الذي نعيشه، بتصلح وتصحح نظرة الآخرين إلى الإسلام وإلى العرب. لا شك أن مثل هذا اليوم جاء تتويج إلى جهود سنوات طويلة، يعني جائزة مستحقة، جائزة جاءت في مكانها، جائزة موضوعية استطاعت أن تتوج جهود دولة الكويت والخيرين من أبناء الكويت وعلى رأسهم سمو أمير البلاد صباح الأحمد الصباح حفظه الله في العمل الخيري، وجاءت تتويج لجهود سنوات طويلة من العمل الدبلوماسي وكذلك العمل الإنساني. مناسبة كريمة على أهل الكويت، فهي محافظة مبارك الكبير تحتفل كما يحتفل أهل الكويت جميعا بهذا الحدث التاريخي وتقليد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بلقب قائد إنساني، فهي مفخرة للكويت والعالم العربي بأكمله. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.